حياكم الله اعزائي المشاهدين وطبعا بعد ما شفنا سله حواء ان شاء الله استفدنا من هذه المعلومات الجميله اللي فيها نرحب طبعا باسمكم بالدكتور سعود الدوسري اختصاصي اسنان الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصه، نقول لك تقبل الله طاعتك وحياك الله معنا في البرنامج. الله يسلمك وكل عام وانتم بخير ومبارك عليكم الشهر ان الله شاء الله. الله يسلمك علينا وعليك ان شاء الله. شاء الله. آه يعني كلمه اسنان ممكن تكون كلمة رهيبة شوي الكل يخافها دكتور حتى احنا يعني مرات نخاف منها اي <applause> والله شفت شلون؟ يعني صغيرنا وكبيرنا سبحان الله تحوشنا رهبة مسألة مراجعة طبيب الاسنان ونتذكر ابر البنج وهالامور فما بالك لو نتحدث عن طفل او اذا كان ايضا يعني طفل من ذوي الاحتياجات الخاصه، فالسؤال الاول يعني دكتور سعود أب انت كطبيب ومختص في التعامل معهم ايضا، هل يختلف معك التعامل ما بين الطفل الطبيعي وطفل ذوي الاحتياجات الخاصه؟ اكيد احنا طبعا احتياج طفل ذوي الاحتياجات الخاصه احنا دائما يكون مميز في كل شيء، في التعامل في خطه العلاج، اول شيء من هو الطفل هذا ذوي الاحتياجات الخاصه؟ هو طفل عنده مشاكل نعم. احنا عادة نقسمه إلى قسمين اما طفل عنده مشاكل عقليه نعم. اه او اه يعني امراض تكون جيناتيكلي مولود فيها فتاثر على عقله فمن الصعب انك انت تتواصل معاه يعني ما مو مثل الطفل العادي اللي تقعد تتكلم معه او النوع الثاني اللي هو الطفل اللي عنده مشاكل صحيه كبيره لا سمح الله يعانون من امراض مزمنه فيهم لا سمح الله مرض الشين او اي امراض ثانيه اللي اللي تتطلب طبيب متخصص اكثر من طبيب اسنان عادي لانه والله يحتاج تحضير قبل العلاج ومتابعه بعد العلاج، فهني هم كاطفال العنايه لهم تكون غير يعني. طيب ممكن نحدد اكثر يعني فتره الطفوله سن الطفوله هذا من اي سن الى اي سن تعالجونه؟ احنا يعني تكون له رعايه خاصه؟ احنا, احنا 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 كطفل من اول يوم ينولد نعم. يعتبر عندنا طفل. إلى عمر تقريبا 12 13 سنة. سن المراهقة يعني بالضبط. بس بالضبط. هذا هو. بس بس كذوي احتياجات الخاصة لا أي أي عمر يعني ممكن المرات يوصلون عندنا عمر 60 70 سنة. نعم. نعم. لكن نعم. كأطفال اللي يعني بحاجة إلى رعاية خاصة أو تعامل خاص معاهم هذا العمر. بالضبط المعرفة. بس عادة هذا العمر. طيب دكتور سعود يعني أكيد عندكم الأدوات الخاصة بالعلاج فهل تختلف تلك الأدوات إذا مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة لو نذكر مثال الكرسي مثلا. هل يختلف معاكم الكرسي اللي يقعد عليه علشان تقدرون يعالجونه لا احنا عادة الكرسي والمواد اللي تستخدم هي نفسها بالضبط اللي نستخدمها لأي طفل عادي ولكن هي شنو اللي يفرق؟ يفرق طريقة التعامل مع الطفل وشلون أنا حضرة أني أنا أعالجه هذا هذا النقاط وايد مهمة يعني مثلا حتى الطفل العادي مرات نعالجه بالكرسي الطفل ذو الاحتياجات الخاصة مرات اه ما نقدر نشوفها حتى يعني يعني ابي افحص عليه بالغصب اقدر اشوفه مثل بالممر، اشوفه بغرفه الاستراحه، مرات نروح لهم للبيت نكشف عليهم، هذا اه احنا شو كخطه علاج طبعا تختلف خطه علاجهم من خطه علاج طفل عادي. اذا ما هي هذه الطرق؟ طريقه تعاملكم نعم كيف اح تختلف؟ احنا عاده الطفل اه في اطفال من ذوي الاحتياجات الخاصه نقدر نتعامل معاهم يعني نحببهم نحاول بالكرسي، نحاول نقعد على الكرسي، بس اذا ما قدرنا عندنا طرق اخرى مثل نحط لهم الغاز الضاحك اللي هو شوي يهديهم او عندنا الطريقه اللي اكثر نستخدمها الحين بالكويت اللي هي التخدير العام ننوم الطفل نعم. تنويم كامل وخلال ساعه نعالج كل اسنانه مره واحده يعني فهذا في الاغلب مره يعني يحتاج حق هذا التخدير دكتور شوف احنا احنا بالنسبه لهم لازم في الاغلب نسوي لهم اياه يعني مره كل ثلاث سنين اربع سنين نعم. ضروري لان هو ما يعتني في اسنانه مم. المشاكل تزيد يعني مرات نلحق على على اقل اسباب تسوسات صغيره نلحق عليها اساس لا تكبر توصل الى العصب او او مشاكل يعني مم. طيب دكتور سعود يعني صراحه هل بالفعل يعني نقدر نشوف بان كل طبيب اسنان يكون مؤهل بان يتعامل مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصه في علاج اسنانه ولا انت شايف انه ما زال في هذا المجال في اطباء بحاجه الى هذا التاهيل؟ لا احنا احنا يعني عموما هو تخصص من الصعب ان كل دكتور عام يقعد يعالج الاطفال لان في اطفال عندهم مشاكل صحيه تتطلب تحضير يعني مثلا في ادويه مثلا ياخذونها مسيلات في ادويه مثلا كيماوي تتطلب الاسنان لازم يكون عارفها تتطلب يعني اخصائي ذوي الاحتياجات الخاصه عارف شلون يتعامل مع هذه الادويه يعني م. انت تتعامل مع جسم كامل مو بس مع ضرس يعني فانت هنا لازم تحضر هذا الطفل قبل العلاج فما بالك بعد العلاج حتى بعد العلاج مرات مثلا لما يكون في خلع او اي مشاكل ان الالتئام الجروح ما يكون مثل الطفل العادي فاحنا نكون اكثر يعني عندنا الخبره اكبر نعم. في في هذا المجال طيب هل تختلف هذه المشاكل في الاسنان عن الاطفال يعني اقرانهم الطبيعيين وفي عمرهم؟ هي اه هي اه 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 تختلف كثره المشاكل لان لان مثل ما قلنا انه من الصعب يفرش يعتمد على نفسه، يعني. هذه شغله، ثاني شغله في انواع من العلاجات اللي احنا نسوي لهم اللي اياها نسبة فشلها تكون وايد اكبر من من الطفل العادي نعم بسبت هم انه ما يعتني باسنانه، فمثلا في سن اذا كان طفل عادي مثل انا افكر اسوي له عصب وتلبيس نفس الضرس هذا لو كان في طفل ذوي احتياجات خاصه اني اشيل الضرس <applause> عشان مرات الاهل يقول لك والله مثلا انا رحت المكان قالوا لي هي هي الخطه تعتمد على حاله يعني حاله الطفل <applause> طيب دكتور سعود هل نقول ان نمط الغذاء يؤثر كذلك على الاسنان؟ اكيد اكيد يعني شو شنو المشكله احنا الاساسيه اللي عندنا ان اه الغذاء نوعيته مثل اه في اطفال يعطونهم هذه التوفي الاشياء اللي تلزق البفك هذه هذه اللي الصبغيات الصبغيات هذه تتراكم على الاسنان والكاكاو والكاكاو احنا دائما دائما نقول السكريات هذه اي احنا دائما نقول شنو؟ يعني نحاول نبتعد عن هذه الاشياء نعم. انا كطفل مو معقوله اي اقول له والله مثلا لا تاكل كاكاو أه لا تاكل لا اوكي عطى بس كميات بسيطه او خله مثلا بعد الاكل بعد الغداء بعد العشاء تحاول كمية وبعدين شنو شنو المسبب الاكبر يعني مثال أه أنه لما اعطي الطفل كاكاو انا ما اعطي او اكل اي اي نوع من اكل ما اخلي كل ساعه ياكل يعني 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 تكرار يعني مو زين مثلا انا اقدر اخليه ياكل مثلا خمس كاكاوات مره واحده ولا ولا ياكل كاكاو خمس مرات باليوم لما يصير متكرره وايد هني المفروض متابعه وملاحظه نمط غذاء الطفل بل هذا شيء ضروري بالضبط نعم نستكمل معاك هذا الحوار الشيق دكتور سعود ولكن نشوف معاكم بما ان الصحه زينه لازم نشوف هذه الفقره فقره الصحه زينه حياكم الله مع نصيحه جديده من نصائح التغذيه الصحيه نصيحه اليوم تقول افصل بين الوجبات الرئيسيه والخفيفه ليش لازم نفصل لانه في ناس الله يداهم يخلص وجبه الفطور يقول والله الوجبه كانت دسمه ابي شيء حالي يروح ياخذ حلويات مشكله ما يوقف هني بعد الحلويات يروح ياخذ شيء مالح يقول الحاله اللي بحلجي ابي اكسره فيروح ياخذ شيء مالح زين ما يوقف هنا لا من بعد الشيء مالح يقول ريجي صار ناشف ابي شيء ابله فيه المشكله والمصيبه الاكبر انه ما يروح ياخذ ماي لا يروح يحول على مشروبات الطاقه او مشروبات مثل الكافيين من القهوه ومشكله يضيف عليها كريمه كراميل فصارت سعرات حراريه وايد وانت ما قاعد تعطي فتشه حق المعده انها تريح ولا حق الجسم انه قاعد يستفيد من الطاقه الناتجه فافصل بين الوجبات عشان الجسم ياخذ راحته يستفيد من الطاقه اللي قامت له من الاكل وبنفس الوقت تكون انت اعطيت جسمك الراحه وما تسبب اي عسر للهضم او عسر للمعده طبق النصيحه هذه عشان رمضانك يكون صحي من بعد ما شفنا معاكم فقرة الصحة زينة بالتأكيد سنكمل معكم موضوعنا اليوم وهو مسألة مشاكل يعني الأسنان وكيفية العناية بصحة أسنان أطفالنا خاصة إذا كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة. دكتور سعود يعني بالتأكيد الأطفال في لهم أدوية خاصة قاعدين يتناولونها فشلون تؤثر يعني طريقة عملية العلاج بالنسبة لهم خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا في ادويه مثل اللي ياخذونها للصرع او المهديات وكذي <applause> آه في في ادويه آه تسوي مشاكل باللثه آه تكبر اللثه لهم آه طبعا هذا كله تسبب التهابات لثه وتراكمات الجير اكثر <applause> آه مرات نحتاج نسوي تدخل جراحي إن نشيل هذا الجزء من اللثه في ادويه تسبب لهم تصبغات بالاسنان فمرات احنا يعني كتصبغات نتقبل لان, لأن انت المشكله يعني عندكم مشكله اكبر يعني فنتحاول نتغاضى على الاشياء هذه ولكن يظل هي إيه النقطه الاساسيه هي إيه العنايه وانه لازم اني ازور أكيد طبيب صحيح. الاسنان على اساس اني اعرف المشكله قبل لا انت مثلا تكبر. طيب دكتور سعود هل اهمال الاسنان وعدم العنايه فيها ممكن ياثر ايضا على الاعاقه او مدى الاعاقه الموجوده في هذا الطفل؟ شوفي انا اللي شفته عندي بالعياده اكثر شيء ان دائما الاهل لما يعتنون يعني بالطفل عموما يعني نعم. مو بس بالاسنان حتى نعم. وحتى يعني لما تشوف بالاسنان يعتنون نعم. تلقى الطفل وايد متعاون حتى لو كان من ذوي الاحتياجات الخاصه نعم. تلقاه وايد متعاون يتقبل يتكلم عكس الطفل اللي ما في عنايه نعم. مثلا الطفل في وايد يوّنا اطفال مساكين من كثر الالم تلقى يطق راسه بالطوفه ما ينام ما يقدر ياكل ما يقدر يعبر لما الحاله تكون صعبه بالضبط يعني. فمسكين هذا كله ياثر على نفسيته هو فتلقى مرات يكون وايد شرس بالتعامل لانه هو اصلا مو مرتاح فعشان شيء يعكسها على الاهل او على المجتمع طيب الطرق اللي احنا نستخدمها شلون يستخدمها الطفل يعني مثلا الخيط الفرشه نفسها او معجون الاسنان شلون نقدر نستخدمهم بشكل طبيعي اللي بالفعل يؤدي الى عنايه باسنانه هل انت تنصح لابد من تدخل الاهل في الموضوع او ممكن تدريب الطفل نفسه على العنايه اي احنا 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 عاده اطفال ذوي الاحتياجات الخاصه نحاول نعلمهم مم. انا دائما اقول حق الاهل لا تي انت كنك تسوي نفسك تعلمه خل فرشه ومعجون مم. يم 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 وانت روح يعني فرش اسنانك وشوف وخله وهو يحاول يقلدك نعم حلو، إذا ومع الوقت راح يبدا يحب شلون ومع الوقت انت شلون الطريقة الصحيحة انه يعني مثلا يفرش اسنانه، إذا هو كان ما يتقبل الـ العلاج كتفريش اسنانه تنظيفه احنا نحاول انه يعني نساعده انه يفرش اسنانه. إذا, إذا حسينا صعوبة في الحين ما شاء الله الحين هذه الالكترونية اللي ممكن تسوي دوائر هذا حط معجون نحاول ننظف اسنانه. انا اهم شيء بعد عندي ان المعجون يدخل الفم وايد مهم لانه لما يحتوي على الفلورايد فوايد مهم انه يدخل الفم في اهل يقول لك والله مثلا انه يبلع المعجون مو مشكله خليه يبلع يعني احنا نحط له يعني نسبه بسيطه يكون في معجون خاصه دكتور حتى يعني لو في حاله البلع انه ما راح ياثر على صحته لا يعني يعني لا اي معجون بس أي كميات اي كميات قليله زين وإن الفلورايد وجوده داخل الفم وايد مهم أه يعني حتى ممكن تكون في دراسات كانت تقول ان أه يعني تحمي أه بنسبه كبيره لان تحارب البكتيريا اللي تسبب التسوسات والمشاكل يعني هل تعتبر بان هذه من افضل الطرق للعنايه بالفم والاسنان بالنسبه أه لطفل ذوي الاحتياجات الخاصه ايه؟ اللي هو مساله تدخل الاهل ايضا يعني في هذا الموضوع لازم هو هو تدخل الاهل واجب تدخل الاهل واجب من أن يجيبون الطفل اول شيء العياده وياخذون نصيحه الدكتور واذا في مشكله نحاول نعالجها من قبل لا تكبر بعدين هو يعلمه شلون العنايه بالبيت لانه ترى يعني مثلا في طفل انا اقدر استخدم مع الخيط نعم في طفل اقدر اعلمه في طفل ما اقدر آه في انواع من الفرش اللي تنحط على الاصبع هذه اني بس احاول ادخل المعجون داخل الفم احسن من اني ما اسوي ولا شيء آه ننصح بعد الاكل انه يشرب ماي على اساس يغسل شويه الفم، نعم. فهذه الانواع ذكرت بالدكتور سعود نقطة مسألة الوقاية الاهل شلون يقون عيالهم مسألة مشاكل الفم والاسنان؟ أه طبعا أه يعني احنا خاصة ذوي اح الاحتياجات الخاصة بالتأكيد اللي قاعد يعاني ايه من المشكلة هذه شوف احنا احنا يعني هو عموما اه يعني نقطتين أساسيتين نعم. اه يعني احنا ما في نقول والله مثلا اختراع احنا بنسويه لا هم شغلتين يعني بسيطين اول شيء نوعيه الاكل ومتى اكل يعني آه أخ يعني اخلي الوجبات مالتي منتظمه مو دائما للطفل يعني مو كل ساعه لا خلاص يعني آه غدا عشاء ريوق او سناك بينهم كذي آه او انه وثاني شغله اللي هي اني انا لازم اعتني اني انظف إن اسنانه على الاقل مرتين الصبح اول ما يقوم او قبل لا ينام طبعا الفرشه لما ينظف اسنانه قبل لا ينام وهذا وايد مهمه <applause> آه بعدها ما ياكل ولا يشرب اي شيء الا ماي حتى لو يخلي معجون شوي وينام فيه بالعكس يعني شيء زين ما يكون خطر يعني لا ما, يعني ما يكون خطر بالعكس شيء زين بس بس ما ما مثلا يفرش اسنانه وبعدها يشرب حليب او شيء لا كنا ما سوى شيء طيب الامراض اللي ممكن يعني تظهر على الطفل من اهماله لاسنانه <applause> هل ممكن تكون يعني امراض خطيره تاثر على صحته مثلا او على اعاقته دكتور؟ لا هي هي كاعاقه مثل ما قلنا ما تاثر الا بس انه تخليه وايد شرس اكثر كطفل يعني انه إن, إن, إن ما يتقبل الاخرين لأنه هو اصلا تعبان نفسيا. كمشاكل صحيه طبعا مشاكل اللثه والاسنان تاثر على الجسم كله يعني تاثر على المعده تاثر على القلب وايد بكتيريا تسبب مشاكل صحية تاثر على القلب. فعشان كذي احنا ما ودنا ندخل في مشكله بعد اكبر من مشكله الفم والاسنان. طيب لو نقول نختم هذا اللقاء يعني بنصيحه توجهها دكتور سعود للاهل آه نقول يعني ب... كيف يستطيعون ان يعتنوا بصحه الفم والاسنان وخاصه للي عندهم يعني بالبيت طفل من ذوي الاحتياجات الخاصه، شلون يعتنون فيه دكتور؟ آه اول شيء يسوونه انا دائما اقولها انه لازم يجون عياده طبيب اسنان للأطفال ان يخلون الدكتور يفحص عليه واذا في مشكله نحاول نتقاضاها قبل لا تكبر. نعم. هذا هذه شغله، ثاني شغله هم بالبيت آه لازم يعتنون بالطفل آه كغذاء وكشلون انا افرش اسنانه قبل لا ينام اول ما يقوم هذا وايد آه وايد وايد مهم. تقبل الله صيامك وطاعتك ان شاء الله وللسادة المشاهدين شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء الشيق وان شاء الله نقول المشاهدين استفادوا ان شاء الله من شاء هذا اللقاء الله يعطيك العافيه دكتور سعود الدوسري اختصاصي اسنان الاطفال وذوي الاعاقه ونشكر لكم حسن المتابعه والى اللقاء مشاهدينا